محمد بوخروبة رجل دولة من طينة الكبار، من الشخصيات المعلمية التي تركت بصمة فارقة في تاريخ الجزائر، من رحلة النضال إلى تشييد وبناء جزائر الاستقلال. مسيرته وريب مدينة الإنسان، المجاهد، القائد والرئيس، كانت في صلب النقاش في لقاء بمناسبة أحياء الذكرى 44 لرحيله. إننا اليوم نستذكر هذا الرجل المخلص لبلده ووطنه، البار لأمته، الوفي لشعبه. هذا الرجل الذي عاش ويلات الفقر وتربى في رحم المعاناة ولم يستكن لقهر العدوان. كان يتسم بإرادة قوية جدا ويحتمل كل شيء دون أن يشكو، لا يهتم بالجانب المادي أبدا، فهو بعيد عن ذلك، وكان يتسم بإنسانية كبرى. الملتقى الذي حمل عنوان هوارب مدين رجل دولة بعزيمة أمة كان فرصة لاستذكار تجربة الرجل الملهمة وأبعاد شخصيته القيادية التي سعت لبناء دولة قوية برؤية اقتصادية تسعى للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن، إلى جانب إعلاء صوت الجزائر دولياً وتأكيد مواقفها الدبلوماسية الحاسمة في دعم حركة التحرر ومناصرة القضايا العادلة. هوارب مدين بالإضافة لمشروعه الوطني كان من الذين آمنوا بحق كل الشعوب في التحرر، وهذا ما يوضح موقفه من القضية الفلسطينية التي قال فيها الكلمة المشهورة: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. ثم لعل القضية التي أولاها بومدين أهمية أيضا كبيرة هي قضية الشعب الصحراوي. أرسى لاستراتيجية اقتصادية يمكن اعتبارها بمثابة قاعدة صناعية، لو استمرت الدولة الجزائرية في هذا المنحى لكان ممكن أنها تصبح الآن من دول العالم، ما نقولوش العالم الثاني اللي يسموهم لبي إيميرجون. بين السياق التاريخي والأبعاد المستقبلية تبقى مسيرة الراحل هواري بومدين مرحلة فاعلة في مسار بناء دولة الجزائر، دولة لا تزول بزوال الرجال.